من تأثيرات السكر على الجنين، أولا التشوهات الخلقية والمعروفة أيضا بالاضطرابات الخلقية أو العيوب الخلقية عند الطفل، على أنها حالات أو عيوب قد تؤثر على الطفل منذ الولادة. وحقيقة قد يرتبط مرض السكر بارتفاع خطر معاناة الطفل من العيوب الخلقية، والذي يكون أقل من خطر معاناة أطفال الأمهات اللواتي يكون مصابات بمرض السكر قبل الحمل من هذه العيوب. ثانيا ولادة جنين ميت، حيث من الممكن أن يؤدي سكر الحمل غير المعالج عند السيدة الحامل إلى وفاة الطفل، إما قبل الولادة أو بعدها بفترة قصيرة، إلا أن هذا الأمر أصبح من المضاعفات نادرة الحدوث، ذلك بسبب التحكم الجيد في مستويات السكر في دم الحامل أثناء فترة الحمل، إضافة إلى المراقبة الدقيقة للنساء الحوامل والأجنة أثناء هذه الفترة.